اهلا بحضراتكم مشاهدينا في هذه التغطيه المستمره مع حضراتكم على شاشه اكسترا نيوز لمتابعه كافه التطورات والمستجدات. وهنبدأ مع الحوار، اعلان الحوار المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان انه في اطار حرص مجلس امناء الحوار الوطني على مشاركه كل اطياف المجتمع المصري ورموزه وقياداته بمختلف المجالات في الحوار، فقد تم عقد لقاءات تشاوريه بين المنسق العام للحوار ورئيس الامانه الفنيه المستشار محمود فوزي مع مجموعات من هؤلاء الرموز والقيادات. وعقب مناقشات طويلة وبناءة دارت في تلك اللقاءات، تلقى مجلس أمناء الحوار من الحضور عدة قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية والذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر. وقد أكد الحضور ضرورة بدء الحوار في الموعد المقترح مع استمرار جهود كل الأطراف لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابية والذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، معبرين عن ثقتهم التامة في حرص الجميع على توفير هذه العناصر. وفي هذا السياق حي الحضور جهود لجنة الإعفاء الرئاسية مؤكدين ضرورة استمرارها بكل طاقتها للإسراع بتحقيق مهمتها، كما شدد الحضور على ضرورة التوسع في دعوة كل الأطراف والخبرات المصرية للمشاركة في الحوار ودعم مشاركة الشباب والمفرج عنهم وممثلي مختلف الفئات الاجتماعية والمدارس الفكرية والسياسية المصرية. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرار وصفته بالتاريخي بيطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن واجبات الدول في مجال مكافحة الاحتباس الحراري. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشاد بالقرار معتبرا أنه حتى وإن كان غير ملزم فإنه سيساعد قادة العالم على اتخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة والتي تشتد حاجة العالم إليها في الفترة الحالية. بعد جهود أممية واسعة استغرقت سنوات من المفاوضات، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن التزامات الدول في مجال مكافحة الاحتباس الحراري. القرار الأممي الذي وصف بالتاريخي تم اعتماده بإجماع أكثر من 130 دولة، ويدعو محكمة العدل الدولية لإعطاء رأيها حول واجبات الدول في حماية المنظومة المناخية للأجيال الحالية والمقبلة بسبب الاحترار المناخي الذي يشكل تحديا غير مسبوق ويفرض تداعيات على الحضارة الإنسانية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف الخطوة بالتاريخية حتى وإن كانت غير ملزمة للدول، واعتبر غوتيريش أن القرار من الممكن أن يساعد قادة العالم على اتخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها. ورغم أن الآراء الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها تتمتع بوزن قانوني وأخلاقي كبير وتأخذها المحاكم الوطنية بالاعتبار. وقبل أسبوع من هذا القرار حذر الخبراء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة
حذروا من أن الاحترار سيبلغ اعتباراً من 2030 إلى 2035 عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية. وكان اتفاق باريس للمناخ نص على احتواء الاحترار العالمي ب 1.5 درجة مئوية، إلا أنه لم يلزم الدول بتنفيذ تعهداتها بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. كما تمكن مؤتمر المناخ الأخير كوب 27 والذي عقد برئاسة مصر في مدينة شرم الشيخ تمكن من تحقيق اختراق دولي عبر توافق الدول المجتمعة في قمة المناخ بشرم الشيخ على تأسيس صندوق للخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي. دعا البرلمان الأوروبي إلى توسيع قائمة الجرائم البيئية وتشديد ترسانة العقوبات والغرامات والأحكام بالسجن في نص سيجري التفاوض عليه مع الدول الأعضاء. ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي أن يضيفوا إلى قائمة الجرائم البيئية التجارة غير القانونية بالأخشاب والاستفادة غير القانونية لموارد المياه والتلوث الناجم عن السفن وانتهاكات القوانين حول المنتجات الكيميائية، وكذلك التصرفات التي تتسبب في حرائق غابات والمخالفات المتعلقة بالصيد غير القانونية. منحت دول الاتحاد الأوروبي موافقة نهائية على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من العام 2035، وذلك بعد تخلي ألمانيا عن تحفظاتها. وجاء القرار بهدف تنفيذ خطة التكتل الرائدة للتحول إلى اقتصاد محايا كربونيا بحلول عام 2050. في ظل خطة رائدة أطلقها الاتحاد الأوروبي للتحول إلى اقتصاد محايد مناخيا بحلول العام 2050 مع انعدام انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، منحت دول الاتحاد الأوروبي موافقة نهائية على حظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارا من العام 2035 بعد تخلي ألمانيا عن تحفظاتها. كانت ألمانيا قد عرقلت الاتفاق في اللحظات الأخيرة في خطوة غير مسبوقة مطلع مارس الجاري لكونها رائدة في قطاع صناعة السيارات، وطلبت بتوفير ضمانات بأن يتيح القانون بيع السيارات الجديدة التي تعتمد على محركات تعمل باحتراق الوقود شرط استهلاكها الوقود التركيبي. ولا تزال أنواع الوقود التركيبي التي أرادت ألمانيا إعفاءها من الحظر قيد التطوير، ويتم إنتاجها باستخدام كهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتعد التقنية غير مثبتة، لكن المصنعين الألمان يأملون في أن تؤدي إلى توسيع إطار استخدام المحركات العاملة باحتراق الوقود. التواصل لاتفاق مع ألمانيا لوضع حد لهذه الخلافات جعل هذا الاتفاق التاريخي يسير بشكل جيد، إذ وافقت غالبية وزراء دول الكتلة الأوروبية على الحظر خلال اجتماع في بروكسل، وكانت بولندا المعارضة الوحيدة، بينما امتنعت كل من بلغاريا وإيطاليا ورومانيا عن التصويت. وكان التصويت شكليا بأي حال بعدما أيد سفراء دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق التاريخي. لإلقاء المزيد من الضوء على هذا الملف الهام معنا عبر الهاتف الدكتور محمد جمال كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر وكبير مستشاري الطاقة بالصندوق العالمي للتنمية المتحدة بالأمم المتحدة. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا فندم. يعني قرار وصف بالتاريخي اتخذه التكتل الأوروبي بمنع اصدار أو إنتاج سيارات بتعمل بالوقود الأحفوري ابتداء من عام 2035، وده طبعا للسعي منهم للوصول للمحايد يكون الاقتصاد محايد كربونيا. حضرتك شايف أهمية هذه الخطوة وإزاي هتنعكس بشكل إيجابي على الوضع البيئي أولا؟ حقيقة الأمر هو أنا يعني على قد ما هو قرار جميل، لكن للمتخصصين هو قرار ليس مفرح ولا حاجة. الاتحاد الأوروبي كان مستهدف هذا التحول ماكسيمم 2030، يعني كان بيتكلم من 2025 هيتم إيقاف إنتاج السيارات بسبب تعامل الوقود الأحفوري، 2030 مش هيبقى في سيارة في أوروبا، فكله بيرحل اترحل 5 سنين، ده مش حلو، إحنا بنرحل ليه؟ يعني فده يعني ده برضه يوريك طبعا أنا عشان برضه نبقى عارفين القصة، واضح ان طبعا حرب اوكرانيا وروسيا وقطع الغاز حطوهم في ضغط رهيب،
فده شويه تنازلات عن الكلام ده. نعم. يعني عشان بس الرؤيه واضحه، الترحيل مش صح. يعني ده العالم، انت عارف، انا عايز اقول لحضرتك ان 2050 اصلا العالم بالكامل المفروض مستهدف اليو ان، يونايتد نيشنز، مجتمع جميع دول العالم قرروا ان 2050 يختفي، تبقى الدول صفريه الكربون مش السيارات بس. نعم. لان النقل بيمثل 25% الطاقه، لكن مش لسه في 5%، لسه في منازل، لسه في محطات كهرباء، لسه في مشروعات كتير. ولكن المانيا كانت تقف حائلا على امام تنفيذ هذا القرار، ويمكن بعد ان الغت المانيا تحفظاتها على هذا القرار ربما اصبح جائز تنفيذه على ارض الواقع. ما انا بقول لحضرتك يعني سبحان الله الحروب بتغير الامور كتير يعني. لكن يعني anyway يعني الكلام كويس، نقدر نقول بشرة خير، لكن التاخير تاجيل المواعيد ده ما كانش مؤشر صح يعني مؤشر. ولكن خلينا ننظر اكثر للجانب الايجابي، وهو ان هذا قرار سيتم تفعيله. البعد البيئي لهذا القرار في حال تنفيذه في هذا الموعد المعلن عنه، البعد البيئي كان البعد الاقتصادي، ليس لم يعد حديث على البيئه فقط مطلقه. نعم، ولكن كنت انتوي ان احنا نتحدث اولا على البعد البيئي، وكنا هننتقل البيئي طبعا اساسي، ما هو ده الاقتصاد الاخضر، البعد البيئي ان احنا عايزين اصلا طبعا الكلام ده هيقلل الانبعاثات الكربونيه بطريقه بقول لك لا تقل عن 20% من وده رقم مهم جدا، يبدا انقاذ كوكب الارض يعني من المشاكل اللي هو الاحتباس الحراري، هيقلل الاثر البيئي عالي جدا، وبالتالي ده مهم. نعم. لان اولا الخسائر البيئيه اصبحت النهارده بتتكلم في 6-7% من العالم، من الاقتصاد العالمي، يعني بتتكلم احنا بنتكلم 6-7 تريليون دولار خسائر سنويه، وفي زياده نتيجه التغيرات المناخيه، فطبعا الكلام ده هيقلل الخسائر الاقتصاديه ويقلل الخسائر البيئيه ويحسن مستوى جوده الحياه، وده طبعا الهدف الاساسي من خلق الله اللي هو الارض اللي احنا غيرنا طبيعتها في اخر 40-50 سنه يعني. نعم، هل البنى التحتية لمعظم دول العالم جاز لاستقبال هذا النوع من الجديد من السيارات لو كنا نتحدث عن السيارات الكهربائية؟ ما أعتقد، على فكرة مش سيارات بس عشان الناس واضحة، سيارات، قطارات، أتوبيسات، موتوسيكلات، يعني جميع وسائل النقل هتتحول كهربائيا. نعم. فعندما تحول النقل التحول الكهربائي ده المقصود بيه. طبعا النهارده في صراع عالمي مهم جدا للتحول الكهربائي عشان الناس تبقى فاهماه، وهو بين الهيدروجين، استخدام الهيدروجين لتسيير السياره بالكهرباء ايضا، او استخدام البطاريه الكهرباء. نعم. اذا التكنولوجيا مين هيغلب؟ لسه في حرب شغاله، من سيكسب؟ الذي سيستطيع اصدار تكنولوجيا اقل افضل اقتصاديا واسهل استخداما. فاذا الهيدروجين الاخضر كسب هذه المعركه الشرسه اللي بتتم بقى لها سنوات، يبقى خلاص، يبقى احنا مش محتاجين اي بنيه تحتيه، احنا هنغير بس محطات الوقود تشحن بالهيدروجين بدلا من الغاز. نعم. اما لو طبعا الشحن الكهربائي هتبقى طبعا في تغير، محتاجين نقط شحن كتير، ولكن برضه هم تغلبوا عليها ان اصبح السيارات شبه اللابتوب وشبه الموبايل في الشحن، يبقى معاها شاحن محمول تشحن من اي نقطه كهرباء. نعم. فدي مش يعني ما فيش، مش محتاج يعني اقصد يا فندم، مش محتاج ثوره بنيه تحتيه. ليست ثوره، ولكن بالطبع على الاقل توفير، يعني في دول كثيره بتعاني من نقص في الكهرباء، فربما يكون هذا التحول في بنيتها التحتيه بيحتاج الى بعض من المجهود. مظبوط. يعني ما هو ده يا فندم استكمالا للسيستم، مش هيبقى كهرباء عاديه، هيبقى اطار التوسع، ده بياخدنا للموضوع اللي بيقود مصر ان شاء الله للمستقبل المشرق. احنا هنبقى ان شاء الله الدوله رائد، صحيح احنا في ازمات اقتصاديه حاليه، لكن حالنا زي دول العالم العديده، ولكن ده بيقود مصر، عندنا فرص، احنا من اعلى فرص انتاج امامنا. صح. انتاج طاقه شمسيه ورياح، او بالاخص الشمس، وبالتالي لان مش معقول هروح اشحن ماشي عربيه كهرباء واروح احرق وقود عشان اطلع كهرباء ماشي بيه عربيه، طبعا ده كلام عبث. العلم بيقول لك ان احنا لازم ننتج طاقه نظيفه، وبالتالي الطاقه النظيفه سيتم شحنها بقى السيارات للحركه، وبالتالي هنا الدول التي تمتلك مصادر الطاقه النظيفه منها بلدنا الحمد لله، احنا من اعلى دول العالم فرص في انتاج الطاقه النظيفه، وبالتالي هيبقى امامنا فرص عظيمه لهذا التحول، وان شاء الله نكون دوله رائده في هذا المجال. نعم. طب ماذا عن الدول خارج الاتحاد الاوروبي اللي بتنتج بالفعل سيارات، بتعمل حتى الان بالوقود الاحفوري وهي خارج هذا الاتفاق؟ ما هو يا فندم ما انا بقول زي مصر، احنا عاملين زي، لا انا اتحدث عن الدول المنتجه للسيارات. ما هو الدول المنتجه للسيارات هيبقى هو ده امامهم هذا التحول ايضا، وبالمناسبه في مشروعات نهضه شغاله ازاي يحول السيارات التقليديه اللي مع حضرتك ومع الناس كلها يمشيها بالكهرباء، لان النهارده مش هينفع، احنا عاملين زي اللي كده زي الناس اللي كان عندها دش زمان ولسه في فيديو في البيت، هيبقى بالظبط العربيه هتبقى قديمه جدا من غير لا تواكب التطور والتوجه العالمي يعني.
فالسونر او ليتر هنتحول، يعني زي الموبايل، الموبايل بدا بزراير بقى تاتش، فبتاخد بس مرحله انتقاليه لكن كله هيتحول مدينه او النهارده يعني. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد جمال كفافي، رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الاخضر وكبير مستشاري الطاقه بالصندوق العالمي للتنميه بالامم المتحده. كشفت دراسة جديدة أن تزايد ذوبان جليد القارة القطبية الجنوبية يبطئ تدفق المياه عبر محيطات العالم، وربما يكون له أثر كارثي على المناخ العالمي وسلسلة الغذاء البحرية وحتى في استقرار الجروف الجليدية. وتسهم دورة التقلب بالمحيطات التي تدفع حركة المياه الأكثر كثافة نحو قاع البحر في توصيل الحرارة والكربون والأكسجين والمغذيات الحيوية حول العالم، لكن تدفقات مياه المحيط العميقة من القارة القطبية الجنوبية ربما تتراجع بنسبة 40%، وذلك بحلول عام 2050 بحسب دراسة منشورة في الدورة العلمية نيتشر. في استراليا أقر البرلمان قوانين جديدة تجعل أكبر ملوثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد تقلل انبعاثاتها أو تدفع مقابل ائتمانات، وتهدف إصلاحات آلية الإجراءات الوقائية في استراليا إلى الوصول لخفض انبعاثاتها بنسبة 43% دون مستويات 2005 بحلول نهاية العقد، وصافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. من المقرر أن تدخل الإصلاحات حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل، وتضع سقفا للانبعاثات في البلاد، كما تجبر نحو 215 منشأة أسترالية لخفض انبعاثاتها بنسبة 4.9 سنويا أو الوصول إلى الهدف من خلال أرصدة الكربون. نهاية تغطيتنا، وأشكر حضراتكم طيب المتابعة. كنت معكم أنا ميرفت المليجي، وإلى اللقاء.